اهلين فيكم فيكم القناة. اليوم عنا فيديو جديد واي اديب او ماي جاد. انت الشهرة غيرتك، انت الشهرة خلتك تتغلب عنا. من اول ما ارتفعت احصائيات قناتك سويت فيديو مع فروست، انت ما صرت تقول بطاطا، انت تغيرت علينا اديب كله منك. لا تخافوا لا تخافوا عم انسى. اذا انت كنت هلا عم تتابع الفيديو انزل تحت على التعليقات واكتب بطاطا. خلينا هلا نحن نبلش بالفيديو. بالفيديو اليوم مثل ما انتم شفتوا من الثمبنيل رح احكي عن قصه بالزمان لما انا كنت بالمتوسط. شوفوا انا من زمان بشتغل، من زمان حرفيا من شلون ما كان، يعني المتوسط كله كنت اشتغله قبل المتوسط، حتى اشتغلت بكثير شغل من مطبعه لعند صحيه لعند الحكي اللي انا بدي هلا احكي اللي هو مطعم. فانا اشتغلت بكثير كثير شغل، بس المطعم كان شيء مثير للاهتمام. ليش؟ لانه انا اشتغلت بالتوصيل طلبات، ولحدا يسال عن راتبي وقتها انه انا كنت صغير، بتعرفوا عمالة الأطفال $35 بالشهر. وانا ليش انا قاعد عم اتاخر بتنزيل فيديوهات على عالم اديب؟ واحد، لانه المونتاج كتير كتير كان قاعد عم يكون عالي، فمسكت الاديتر اللي هو سيكو، هي خفف خفف سيكو. فالحمد لله لكم هذا الفيديو. اذا عجبكم المونتاج هون قولوا لي، اذا ما عجبكم كمان قولوا لي مشان نحن نعرف شو المونتاج اللي بتحبوه وما شابه. هلا بدي بلش لكم شغل المطعم. انا نزلت يوميتها انا ورفيقي انس، نزلت بس بدي ادور على شغل انا اشتغله. اللي انا كنت طالع انا حاسس بالشغل وقتها، كنت مخلص شغلي انا بمطبعه ولي، فكنت انا نازل اشتغل انا ورفيقي انس، اللي فكرنا او ماي جاد نحن حنشتغل مع بعض، يو يو برو، ونحن رح نتسلى وما شابه. انا شغلي اتفقنا شغل هو توصيل طلبات، وسبحان الله من اول ما انا قلت شغلي توصيل طلبات عادي، والزلمه هذاك اللي المفروض كان مدير المطعم شغلني بتفريغ اكياس خبز وتنظيف المكان انا شغلي توصيل طلبات، ليش لا نظف كل هدول الشغلات؟ ليش لا اسوي كل هدول الشغلات؟ هذا مو شغلي، تحت عنوان هذا مو شغلي. بس للاسف هذا الشيء اللي كان عم يصير، وكان طبعا اكيد راتبي حيكون قليل لانه بالمتوسطه، يعني هذا الموضوع بالعطله الصيفيه. فانا ورفيقي انس اللي هيك مش فكرنا انه حنقعد نشتغل مع بعض، بس طبعا توصيل طلبات اغلب الوقت انت اساسا برا المحل، فما بعرف هي شو مع بعض يعني اساسا. فكنا قاعدين عم نتسلى، قاعدين عم ننبسط، قاعدين عم نسوي كل هدول الشغلات، وهذا الشيء اللي انا قلته هلا كلياته كذب. ما كنا لا قاعدين عم نتسلى ولا كنا قاعدين عم ننبسط ولا كنا قاعدين عم نسوي هيك شغلات. اجى وقت امتحاناتي، اجى بعدين ضليت انا قاعد عم اشتغل فيها فتره منيحه. وقت ما اجى وقت امتحاناتي وقت انا تركت المحل، في كثير قصص كثير ناس انا صار معي حرفيا قصص معهم، لانه لما تشتغل انت بتوصيل طلبات واحد لازم انك يكون عندك معرفه بالاماكن المحيطه فيك، وهذا الشيء انا ما عندي اياه، ما عندي معرفه بالاماكن. انا حرفيا اكثر شيء بعرفه هو درج باب بيتي، وحتى هذا ايام بخربط فيه. فلما حتى وضعي هلا وانا عم حاول اسوي اوراق حكوميه، عم يقول لي روح على مكان معين بإذن معين بمكان فلاني عند زلمه فلاني بإذن معينه، وانا مخي لي ما عم اعرف انا مين. فيا بطبيعه الاحوال انا كثير كثير فاشل بتحت الاماكن، انا شامي. الناس كلها قاعدة عم تساوي عنا نحن الشاميين ميمز عنا نحن ما بنعرف نحدد الاماكن، وانا صراحة بتفق على هذا الشيء، اذا انا كنت مثال على هذا الشيء فيا انا بتفق عليه. فانا كنت قاعد عم اشتغل مع رفيق انس، فحسب ما قال لي مره من الايام انه راح المساء، راح عند شخص يعني معين بده، يعني راح لعند شخص معين فتح له الباب، الاخ اعطاه كراميه كبيره، يعني انا شفتها او ماي جاد كراميه كبيره اللي انا حفظت هيك من دون ما يعرف انس، انا حفظت اسمه هذاك الزلمه. فلما طلب مره ثانيه يعني بالعاده هو شو بيصير؟ واحد بيطلب طلبيه، ففي ثلاثه بيوصلوا، يعني يا اما بيوصلوا يا اما قاعدين عم يشتغلوا بالمحل، فاللي مين بيطلع مشان يروح؟ طبعا انا حفظت اسمه، انس ماله خبيث مثلي عشان يحفظ اسماء انا لا انا بدي مصاري، هاي تجاره. هذا الشيء بدي انا فلوس. فمباشره حفظت اسمه هذا زين. فلما رجع طلب من عندي، طلب من عند الكاشير، والكاشير قال لي هي روح على المنطقه الفلانيه، انا اللي رحت ويل صار وقت انه انا اخذ الكراميه تبعي. جيت انا لعنده اعطيته اياها وقاعد عم استنى منه الكراميه، سكر بوشي. اللي انا مستغرب ليش سكر بوشي. ويل اكتشفت انه انا اخذ مني الموضوع تقريبا ساعه مش خلص. هذا مثال عن الانطوائي اللي ما بيطلع ابدا من بيته. ذكر بوشي بكل عنف. وكان في عندنا واحد بخيل بخيل اقسم، يعني بيطلب من المطعم، اكيد هو مو شيء اجباري، بس في حرفيا مطاعم ما بتعطي يعني للناس هذول اللي بوصلوا مصاري، ما بيعطوهم الراتب، حرفيا كل اللي بيعطوهم اياه هو البقشيش. فتتخيل انك قاعد عم تشتغل وانت ما عندك غير البقشيش نفسه، وهذا هياخذه المحل خذ لك، يعني هذا البقشيش نفسه الزبون الزلمه ما يعطيك اياه، خلص راح راتبك، راتبك راح. ونحن عندنا نظام انه انت راتبك تقريبا على كل طلبيه في لها قسم اقتطاعي من الفاتوره تبع التوصيل، مثل التوصيل المعينه، فعلى كل خدمه عندك على حسب الطلبات اللي انت مأديها بتاخذ راتبك. انا وانس كنا مأديين طبعا بالشهر الله اعلم كم طلبيه بنأدي بالسكان، وكتار صراحه فوق ال 200 اذا ما خاب ظني او 100 وشوي الله اعلم قديش. بس هلا خليني اكملكم على هذا الزلمه البخيل. عندنا نحن بسوريا بنسميه كحتوت من الاخر، كان جنب المطعم حرفيا جنب المطعم، اوكي؟ بيبعد عنه تقريبا مو كثير، يمكن على المشي تقريبا شي 5 دقائق، بس انه بيطلب كثير 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 بيطلب، وكل مره كل مره بيطلب ما بيعطيني بقشيش، وانا الوحيد اللي لازم اروح لعنده.
عنده لانه ما حدا تاني بيرضى. ففي مره من اليوم من الايام اللي كان الحساب تقريبا 15000، يعني بيطلب بمبالغ كبيره، كان الحساب 15500، هو اعطاني 16. انا اللي اوه اخيرا، بعدين انا هيك اللي فرحان، اجى قال لي روح اصرفها من المطعم ورجع رجع لي اياها. انا حارتكب جريمه قتل. ايه اكيد حرجع لك اياها من عيوني. فرحت للمطعم صرفتها، رجعت مره ثانيه رحت عطيته اياها، سكر الباب بوشي. ويل عندي رد واحد لهذا الزلمه بعد ما انا هلا كبرت وصرت يوتيوبر. هذا حرفيا ردي الوحيد عليك. فيا هي واحدة كانت من القصص اللي انا كنت قاعد عم احكي عنها، بس لسه في كثير كثير قصص بالنسبه للمطعم، لانه نحن ما خلصنا هون. تقريبا هي بس شخص واحد. انا كان عندي كثير زباين، بتذكر في مره بعتوني انا قالوا لي هي انت يعني بدك تجيبها جنب مخبر، فهمت علي شلون؟ في مخبر مختبر، نحن طلبيتنا جنب المختبر فوق على الطابق الرابع. فانا اوه ماي اوكي اللي رحت، انتوا قصدكم مخبز. الحمار اللي انا كان عندي كاشير قال لي مخبز، وانا سمعتها مخبز، فانا ضليت انا مخبز. المنطقه فيها تقريبا 14 مخبز. فاللي طلعت وانا قاعد عم دق باب واحد الطابق العاشر، لكل بنايه في بنايات ما عندها طابق عاشر. انا طلعت على السطوح اللي وين. بعدين لما رجعت انا الطابق خلص، طابق بردت بايدي، انا قال لي نص ساعه عم حاول اجيبها، بعدين قال لي مو مخبز مخبر. مخبر ما هيك، ان شاء الله هيك، ان شاء الله هيك على القريب بيجيك خبر وفاتك يا انسان يا رهيب. الله يسامحك، الله يسامحك، ما بدي اقول لك غير الله يسامحك. وكمان مره صار شيء هيك كثير صراحه بيضحك. دكتور خالص من عمليته، يعني خالص العمليه تبعه، عمليه جراحيه ومعقده وما بعرف شو وضعه، وطالب من عندنا من المطعم. فانا رحت دخلت المشفى، انا كل اواعي كلها تطحين، طبعا كنت انا قاعد عم فك خبز، اواعي كلها تطحين، لا هيك اواعي مزق، انا فايت هيك مختبر وفايت مشفى هيك كلياتهم منظمين، واللي انا قاعد عم اسال ولي عمي لي وين فايت؟ حبيب قلبي انا عندي طلبيه، عمي لي زلمه هي وين فايت؟ عمو يلا روح من هون، انا اللي هي انا عندي طلبيه عمو، انا بدي فوت هلا دلوقت. إذا أنا كشخص انطوائي ما بعرف أبدا إنه أنا أحكي مع الناس، العملية يعني الشغل هذا غير إنه متعب كتير، وصلني لحد بقدر إني أنا أحكي فيه بطريقة وقحة جدا، لأنه في ناس بيستاهلوا هذا الحكي. في مرة إنه مين بيكون مسؤول عن طرد الزبائن وعم هذا، بيجيك ناس وقحين بيتعاملوا بوقاحة مع الكاشير، بيتعاملوا بوقاحة، بيفكروا إنه هن شغالين عندهم يعني، أو إنه هن كتير كتير سائلين عنهم. حرام عليكم، لا الكاشير دخلوا ولا يعني الباقيين دخلوا، شو قاعد عم تساووا أنتم حياتكم؟ فمن هذول الناس واحد حرفيا ما كان حدا من الشغيلة يرضى يروح لعنده، لانه مو انه ما بيعطيك بقشيش، لا هو بيساوي شيء اسوأ بكثير. بيجي لعندك تطلب من عنده، واول ما انه يفتح لك الباب بيطلع بياخذ الطلب، حرفيا بياخذ الطلب بيطلع عليه طلعه تطليعه واحده، وبيقعد بيسالك ليش الطلب بارد، او نحن ما طلبنا هيك، او ليش الطلب هيك جاي، وشو الفاتوره، وين هذا، وشو اسمك، بدي انا اعمل هذا. الناس هذا الشخص ليش؟ بس مشان ما يحسبوا له سعر التوصيل اللي هو راتبي حرفيا. فبقى كان لازم واحد في يوم من الايام هيك يوقف له، يوقف بوشه والشي اللي قاعد عم يساويه. فانا اللي رحت لعنده دقيت الباب، طبعا هو اخذ له ربع ساعه سبحان الله مشان يفتح الباب، انا طبعا كان حيتاخر الوقت كنت حروح، بس انه فتح الباب. لما فتح الباب مسك هيك طاليه اللي قاعد عم يقول لي شو هاد، ليش هيك بارده، عم له انت اخذت ربع ساعه مشان تفتح لي الباب، انت لو اخذت بس 10 دقائق كانت حتبرد. فتفاجأ انه لا هيك واحد هيك وقح بوشه. انا صاير لي موقف مع هذا الزلمه متضايق منه، فتعودت عليه. اللي قاعد عم يقول لي شو وضع هذا وليش هيك تأخرت، انا ما تأخرت، قلنا لك نص ساعة وصلنا بنص ساعة، قديش ساعة هلا؟ تمام وصلت بتلت ساعة، معناتها مشكلتك انك انت فتحت الباب بربع ساعة، انا قلي تقريبا ربع ساعة قاعد اللي حرفيا بلشت عم دق، انا قلي تقريبا ربع ساعة قاعد عم دق الباب، انا ما قلي كان خمس دقائق بس انه المبالغة جزء من الانيميشن. انا لي ربع ساعة طبعا انا قاعد عم دق الباب، وانت لساتك اللي ما عم تسمعني، انا ما لي علاقة. اللي عم يقلي طيب شو بها هيك طلبية، شو بها هيك، ما طلعت طيبة مثل هذيك المرة، ما طلعت طيبة. عمو مو انا اللي عم اطبخ، حجي انا اللي عم اطبخ، انا عم وصل الطلب، عندك بقشيش تعطيني اياه؟ اعطيني، ما عندك اعطيني سعر الطبيعي مشان اوصله المطعم. الصدمة كانت عوش، لانه انا كنت اكثر شخص حرفيا ما بحكي لي، بيقعد هو ببهدل، انا اللي اوكي ما بعرف. فانا اللي داخلي منه انه راتبي كل مرة بروح انا لعنده ارنة بعيدة، شخص سيء ما له داعي، وانا اللي قاعد عم بلا فيفا. هيك ضلت قاعد اتركها فيه حتى انفجرت بوشه انفجار. ما هل ضل اساسا قصص ثانيه؟ طبعا ما اظن ضل قصص ثانيه يعني، بس بدي اقول لكم لا تنسوا انكم تشتركوا كمان بالقناه، لانه كثير كثير هذا الشيء بيشجعني، وما باقي لنا شيء حتى نوصل يعني ال 10000، كثير كثير شيء عاجبني صراحه، رح نبلش نوصل ل 10000، ومن وقت ال 10000 حسوي شيء غير انه نكبر اكثر نحن ككوميونتي كأدباء. باي ذا واي على الديسكورد انا صرت نزل مثل فويس نوتس، او مثل انه فيكم تعتبروها ستوري، بس انه انا عم حاول انه اعوض انه انا ما عندي جوال، فصرت انه انشر انا فويسات هنيك.
هنيك على الأخبار، وحتى يعني أي شيء ممكن يفيدكم، حتى ممكن تسمعوه، ممكن تسمعوا صوتي هنيك، ممكن تلاقوا أي شيء هنيك عادي كثير. وحتى الفيديو هذا أنا هلا قاعد عم سجله، كم واحد في بالمكالمة؟ تمام 22 شخص، إنه بس بدهم يسمعوني وأنا قاعد عم سجل الفيديو. فإذا أنت بدك تسمع تسجيل الفيديو أول بأول، لا تنسى أنك تكون بالديسكورد تبعي، بتلاقي رابطه تحت بالوصف. وشكرا كثير سيكو إلك لأنك عم تمنتج. وسؤال، هل المونتاج لكم هيك أحسن من قبل؟ يعني رايق أكثر، ما فيه حركات وضجات والإبو وما شابه. فشكرا لكم كثير، شكرا لك سيكو، شكرا لك بيرمو على غنية النهاية الجديدة. فشكرا كثير كثير لكم، سلام.